في الدقائق الأخيرة أقول لكم شيء، هذا لا أقول من قبيل التألي على الله، لكن من قبيل حسن الظن بالله عز وجل. ما من إنسان يرحل إلى الله غير مستكبر على سلطانه، غير متعجرف، غير باغ على أوامره، موقن بأنه عبده المخلوق له وأنه مكلف بأن ينفذ أوامره، لا لشيء إلا لأنه عبده ولأن الله مولاه وخالقه. رحل من هذه الدنيا بهذا اليقين ولسوف يغفر الله له ذنوبه. المعاصي يا أيها الإخوة لا تحجب عن الله، الاستكبار هو الذي يحجب. أنا ما رأيت في كتاب الله من أوله إلى آخره إنذارا لعاص مقابل معصيته بالعذاب الواصل، لكنه دائما عندما ينذر ينذر من؟ المستكبرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. المعصي شو يعني صفة رب العالمين؟ المغفرة، الصفح. لكن ارحل إلى الله وأنت عبده، ارحل إلى الله وأنت متذلل بذل العبودية لله، إذا تجد نفسك أمام ما ذكره رسول الله فيما يرويه مسلم وغيره. يوقف ربي عز وجل العبد بين يديه ويسبل ستره عليه، يقول يعني يسبل ستره يعني بينه وبينه، أتذكر يا عبد المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم. طيب أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يذكر المعصية، يقول فلقد سترتها عن الناس في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. ما هو أجر هذه المغفرة؟ أنه هذا الإنسان رحل إلى الله وهو عبد، كان دائما يقول إن بلسان الحال أو بلسان المقال يا ربي أنا ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على أمرك، نعم، ولا تأبيا لشرعك، لكنه الله الذي ركبته فيه، فالتوبة إليك والمغفرة منك. ارحل إلى الله بهذه العبودية، نعم، تجلبب بجلباب العبودية لله عز وجل، وانظر كيف أن الله عز وجل يصفح عنك الصفح الجميل. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الضنائم الذين جعلهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليه في نعمة. يعني أرجو وأسأل الله أن يجعلنا من عباده المدللين، ما لنا خرج عزبنا، نعم، يجعلنا من عباده من عبيد الإحسان، ما يجعلنا من عبيد الامتحان.